سجلت مملكة البحرين انخفاضاً في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا. حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 26 حالة قائمة جديدة، منها 10 حالات لعمالة وافدة و12 حالة لمخالطين لحالات قائمة إضافة إلى أربع حالات قادمة من الخارج، في حين لم تُسجل أي حالة وفيات خلال اليوم، فيما أعلنت الوزارة تعافي 16 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 277 حالة